السلام عليكم. احتج مواطنون ومواطنات غاضبون من قرار إلزامية جواز التلقيح من أجل ولوج المرافق العمومية صبيحة اليوم الأحد بالعديد من المدن المغربية مرددين شعارات رافضة له. وعرفت المدن التي أطلقت بها نداءات وقفات احتجاجية استنفارا أمنيا كبيرا خصوصا بالعاصمة الرباط وساحة الماريشال بالدار البيضاء وساحة الأمل بأكادير وساحة الاستقلال بمراكش وكذلك الهديم بمكناس. تدخلت السلطات العمومية لمنع وقفات احتجاجية ضد فرض جواز التلقيح أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط حيث تم اعتقال شخصين. ورفع المحتجون شعارات تندد بقرار الحكومة المغربية حول فرض جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة والإدارات والأسواق التجارية والذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي. وتعالت الأصوات الرافضة لفرض جواز التلقيح على المواطنين والتي اعتبرته تقييدا لحريتهم ومخالفا للدستور مباشرة بعد قرار الحكومة الذي اعتمد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية. وحسب البلاغ الحكومي فإنه تعزيز للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملات الوطنية للتلقيح وأخذ بعض أو عفوا أخذا بعين الاعتبار تراجع تدريجي في منح الإصابات بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية. وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات المحلية.